وشدد الرئيس السيسي على الحرص دائما على تقديم أقصى ما نستطيع من دعم ورعاية للعمال، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور وإطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. كما أشار الرئيس السيسي إلى العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة. أحرص على تقديم أقصى ما نستطيع من دعم ورعاية للعمال، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور وأطلقنا وعززنا برامج الحماية الاجتماعية، ونقوم بتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ونعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والتوسع في المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.